بالعلم يدرك أقصى المجد من أمم ولا رقي بغير العلم للأمم. أهلا بكم في المجلة العلمية. بالتأكيد المجد يصنعه العلم ورقي أي أمة يعزى إلى التطور العلمي. والمجلة العلمية مشاهدينا برنامج سيحاول أن يواكب مسيرة العلم، فهو يحتوي على صفحات علمية منوعة نتعرف من خلالها إلى أهم الأخبار العلمية والمعلومات التي تهمكم. أهلا وسهلا بكم. في حلقتنا الأولى فلنتابع معا أطعمة تعزز الجهاز المناعي. كيف يقلد الببغاء صوت الإنسان؟ غسالة تستمد طاقتها من القدمين. خلايا الدماغ تتجدد بعد 90. مدينة مأهولة تحت باطن الأرض. ومعلومات من عالم الحاسوب. ابقوا معنا. صفحتنا الأولى مشاهدينا صفحة صحية تعرفنا بأهم النصائح الطبية التي يحتاج إليها الإنسان. طبعا نسعى بكل السبل للحفاظ على صحتنا وعلى رفع سوية الجهاز المناعي لدينا. فهل تعلم عزيزي المشاهد بأن هناك أطعمة تساعد على قوة الجهاز المناعي؟ ما هذه الأطعمة؟ لنتابع المادة الآتية. إن تناول بعض الأطعمة سيساعد على جعل الجهاز المناعي أقوى، لذا من المهم الحرص على إضافتها إلى نظامك الغذائي. ومن هذه الأطعمة الحمضيات. من المعلوم أن الفيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعد مفتاح مكافحة العدوى. الجسم لا ينتج ولا يخزن الفيتامين سي، لذلك نحن بحاجة لتناوله يوميا مع الطعام. تقريبا كل أنواع الحمضيات تحتوي على هذا الفيتامين، ويمكن إدراجها بسهولة في كل وجبة. الفليفلة تحتوي على فيتامين سي أكثر من الحمضيات بنحو الضعف، بالإضافة لاحتوائها على البيتا كاروتين، ولا سيما في الفليفلة الحمراء، الذي يساعد على الحفاظ على صحة الجلد. البروكلي غني بالفيتامينات سي اي اي والمعادن، فضلا عن العديد من مضادات الأكسدة والألياف. مفتاح الحفاظ على المغذيات في البروكلي هو تناولها نيئة أو تعريضها لأقل قدر ممكن من الحرارة عند الطهي. الثوم موجود في كل مطابخ العالم تقريبا، ومعروف بفوائده عند كل الشعوب في مكافحة العدوى، بالإضافة لفوائده في خفض ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين. فوائد الثوم المناعية تأتي من احتوائه العالي على المركبات الكبريتية. الزنجبيل يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب مثل التهاب الحلق، كما أن له خصائص أخرى في التخفيف من الغثيان وتخفيض الكوليسترول وتقليل الألم المزمن. وصلنا إلى صفحة عالم الحاسوب. دعونا نتابع مشاهدينا معلومة اليوم مع أحد الاختصاصيين بمجال المعلوماتية. أهلا
أهلا بكم. الذاكرة رام، أهمية الذواكر بالنسبة لجهاز الكمبيوتر، ما هي المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها مستخدمي جهاز الكمبيوتر عند تطبيق الذواكر على جهازه؟ لنتعرف معا. الذاكرة رام، إذا أردت ترقية معالج جهاز الكمبيوتر لديك وتحسين أداء نظامه التشغيلي وتحسين أداء النظام الإجمالي وسرعة المعالج فيه والاستقرار بالعمل، عليك إضافة المزيد من الذاكرة رام. وللحصول على نتائج جيدة وأداء متوازن ومستقر، أولاً عليك تحديد ما إذا كانت الذاكرة رام غير الكافية هي سبب مشاكل النظام لديك. ثانياً نحتاج لانتقاء الذاكرة الملائمة للنظام، ويمكننا أن نستعمل هنا تدابير التثبيت الجيدة. وهنا ينصح تخزين الرامات في علبة مضادة للكهرباء الساكنة طالما لم تكن قيد الاستعمال، كما ينصح عدم إمساك نقاط التلامس للرامات بيد الإنسان. متى نكون بحاجة إلى ذاكرة رام؟ هناك سببين مباشرين يشيران إلى الحاجة إلى المزيد من الذاكرة رام. أول هذه الأسباب البطء العام للنظام والوصول المفرط إلى القرص الصلب، وإذا كان تحميل البرامج يستغرق وقتا طويلا وكانت البرامج العاملة تبدو أنها تتوقف وتتحرك بشكل بطيء مما نفضل، فيمكن أن تكون المشكلة ناجمة عن وجود الذاكرة رام أنها غير كافية. والنشاط المفرط للقرص الصلب عندما يتم التنقل بين البرامج هو دلالة على حاجتك إلى المزيد من الذاكرة رام. وكل كمبيوتر يستخدم نظام تشغيل ويندوز لديه القدرة على جعل جزء من القرص الصلب يعمل كذاكرة رام في حال نفذت لديك الذاكرة رام، وذلك في ملف يدعى ملف التبادل أو ما يدعى ملف الصفحة، حيث إذا ما امتلأت الذاكرة رام لديك بالبرامج يبدأ الكمبيوتر بتحميل بعض البرامج إلى ملف الصفحة تلقائيا. حل مشاكل الذاكرة رام، لديك بضعة خيارات، أولها استبدال عصي الذواكر الواحدة تلو الأخرى، وإذا ما استمرت المشكلة استبدل نظام التشغيل ككل، وإذا ما استمرت عليك القيام بتشغيل فحص برمجي على الذواكر والذي يبلغ عن عطب الذاكرة عندما يجده. تعرفنا إلى الذاكرة رام وأهميتها إلى جهاز الكمبيوتر، وتعرفنا إلى المشاكل التي يمكن أن تعترض مستخدمي جهاز الكمبيوتر عند تثبيت هذه الذواكر. وإلى صفحة سؤال وجواب تجيبكم عن أسئلة تراودكم بشكل علمي ومدروس. وسؤال حلقتنا اليوم: كيف يقلد الببغاء صوت الإنسان وكيف يمكن له أن يردد كلامه؟ الجواب سيكون من خلال المادة الآتية، تابعوا معنا. كيف يقلد الببغاء صوت الإنسان؟ يتبادر إلى أذهان الكثيرين منا تساؤل حول تقليد الببغاء لصوت الإنسان، وكيف يستطيع هذا الطائر أن ينطق بعض الكلمات البشرية بشكل واضح؟ درس عدد من العلماء في أمريكا قدرة الببغاء على تقليد الصوت البشري، وتوصلوا إلى أن لدى الببغاء خلايا عصبية في القشرة المحيطة بالمراكز الصوتية في مخ الببغاء، حيث تلعب هذه الخلايا دورا في مساعدة الببغاوات على التعلم بسهولة وتقليد الأصوات بمهارة. وبيّن الباحثون أن أدمغة الببغاوات تختلف في بنائها الهيكلي عن أدمغة بقية الطيور، وهذا يقدم تفسيرا لقدرة الببغاوات على تقليد الصوت البشري. هذا وقد أجريت الدراسة على أدمغة 8 أنواع من الببغاوات، وقام الباحثون بفحص علامات جينية معينة معروفة لدى البشر بارتباطها بالقدرة على التعلم، ووجد العلماء أن هناك خلايا في مخ الببغاوات ترتبط بهذه القدرة على التعلم وتقليد الأصوات والأحاديث، وهذه الخلايا غير موجودة بمخ الطيور الأخرى. إن نتائج هذه الدراسة تبين قدرة الببغاء على نطق بعض الكلمات وترديدها،
وهي قد تساعد الباحثين على فهم قدرة الإنسان على الكلام والآليات العصبية التي تتحكم في عملية الكلام. في صفحة ابتكارات سنتعرف إلى أحدث الابتكارات العلمية، واليوم سنتعرف إلى ابتكار لجهاز كهربائي يستغني عن الكهرباء. نعم عزيزي المشاهد، فآخر الابتكارات هو غسالة لا تحتاج إلى الكهرباء وتستمد طاقتها من قدميك. الغسالة ليست خيالا علميا بل اختراع جديد. إذا لم تصدقوا تعالوا نشاهد هذه المادة. أعلنت شركة ييريكو عن تصنيعها لغسالة ملابس صغيرة يبلغ ارتفاعها 55 سنتيمترا. لا تعمل بالكهرباء بل تستمد طاقتها من دواسة قدم، وهي تتميز بسهولة حملها وقدرتها على غسل ما بين 6 و7 قطع ملابس من دون الحاجة لمصدر كهرباء. وحسب ما كشفت عنه الشركة المصنعة لهذه الغسالة، فإنها تستهلك من الماء أقل من الغسالات التقليدية الصغيرة بنسبة 80%، وأنها تنظف مثل تلك الغسالات التقليدية. ويمكن لغسالة ييريكو غسل ما بين 6 أو 7 قطع من الملابس في المرة الواحدة، وهي تستغرق ما بين 2 أو 3 دقائق في دورة الغسل، علاوة على ما بين 1 أو 2 دقائق إضافيتين لدورة الشطف بالماء بحسب حجم حمولة الغسالة وكمية المياه المضافة. ويكفي لعملية غسل الملابس 5 لترات من المياه في المرة الواحدة، بينما تحتاج عملية الشطف ل5 لترات أخرى. أما كيفية استخدام غسالة ييريكو فيكون بعد إضافة الماء على الملابس ومسحوق التنظيف وإغلاقها. تحرك دواسة القدم لمدة 2 دقائق ليتم تفريغ الماء، ثم تضيف ماء للتنظيف وتتحرك الدواسة ل1 دقيقة. في صفحة دراسات علمية سنلقي الضوء على أهم الدراسات العلمية التي يسعى العلماء لجعلها واقعا بين يديكم. وفي حلقتنا اليوم سنكتشف أن مقولة إن خلايا الدماغ لا تتجدد مع تقدم العمر أصبحت من الماضي. الدراسة تقول بأن كابوس ضعف الذاكرة الذي يقلق بعض كبار السن ربما لا ينطبق على كل البشر، مشيرة إلى أن الأبحاث الجديدة تقول إن بعض خلايا المخ تواصل نموها حتى بعدما يبلغ الشخص 90 عاما. والسبب الرئيسي للنسيان عند كبار السن وفقا لما هو متعارف حاليا هو ضعف مركز ذاكرة الدماغ، لكن الأبحاث الجديدة تقول إن نمو خلايا الذاكرة لا يتوقف بعد الطفولة، وإن الدماغ يتجدد بشكل جيد في السنوات اللاحقة من الحياة. وبحسب الدراسة فإن الأبحاث الجديدة توصلت إلى أن خلايا الدماغ تنمو في منطقة تعرف بقرني آمون، وقد عثروا على آلاف الخلايا النامية في مراكز الذاكرة. الفريق البحثي عثر على آلاف الخلايا الدماغية النامية في مراكز الذاكرة لدى 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 43 و87 عاما. في
صفحتنا الأخيرة نافذة على العالم سنعرفكم مشاهدينا بمعالم ربما لم تسمعوا بها من قبل. في حلقتنا اليوم سنأخذكم برحلة إلى مدينة في باطن الأرض، نعم مدينة مأهولة في باطن الأرض في استراليا اسمها كوبر بيدي، فلنشاهدها معا. تقع مدينة كوبر بيدي في قارة أستراليا، وتعد مدينة كوبر بيدي عاصمة حجر الأوبال، والذي هو أحد الأحجار الكريمة والتي تتميز بتغييرها لألوانها. ومن هذه المدينة يتم إنتاج أكبر كميات من حجر الأوبال في العالم عالي النقاء. الغريب في هذه المدينة هو أنها لا تقع على سطح الأرض، بل هي تقع في باطن الأرض، حيث إن الحرارة عالية جدا في هذه المنطقة، مما جعل سكانها يفضلون العيش تحت سطح الأرض لتفادي أشعة الشمس الحارقة. وفي مدينة كوبر بيدي العجيبة توجد ممرات خاصة بين المساكن وأماكن لتناول الطعام، كما يتم إمداد المدينة بالهواء اللازم لتنفس السكان من خلال فتحات تهوية خاصة موجودة في أسقف منازل هذه المدينة. وعندما تنخفض الحرارة في مدينة كوبر بيدي يصعد سكانها إلى سطح الأرض لممارسة التمارين والألعاب الرياضية والترفيه عن أنفسهم. بهذا مشاهدينا نغلق آخر صفحة من صفحات مجلتنا العلمية، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة. كونوا معنا في حلقة قادمة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.